اهلا وسهلا، كديري البنات؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير وصحه وسلامه يا ربي. فيديو جديد ومع الجديد وتشكيله رائعه البنات. اليوم عندي لكم الجديد كيحمق. هاد لي شوميز هادو كيجيو روعه البنات. هنا لبست لكم اسماء هاد الميلونج اللي كيجي فيه البلو بلو اورانج والبلون مع الجين واسكاربان في لا كولور بلو. بالنسبه لهاد لي شوميز من غير هاد لا كولور هذا متوفر كذلك هاد الميلونج هذا اللي فيه لورانج و لوفير. لا كاليتي ديال التيسي البنات واعره بزاف. وكاين كذلك البنات هذا الميلونج هذا لي طاي البنات راه فيها من الام حتى للدوبل اكس ال. وبالنسبه للثمن البنات 180 درهم. وكيف قلت لكم فيها 3 كولور ديزاين زوين، لا كاليتي ديال التيسي حتى هي زوينه. نستمر معكم البنات ومع ديزاين اخر وشوفوا معايا هاد لا شوميز اللي كتجي هكا طويله متوفره ما شاء الله في 3 كولور. كاين لا كولور نوار اللي لبست لكم اسماء، شوفوا معايا لي ديتاي. كتجي كيف قلت لكم هكا طويله والكاليتي ديال التوب زوين بزاف البنات. ورينا لا شوميز كيفاش كتجي من الخلف. ها انتم راه فيها الحزام بالنسبه للناس اللي كيبغيوها كيستعملوها بحال ستيل غوب، يعني هكا بالحزام. ومن غير هاد لا كولور كاين كذلك هاد لو روز اللي لبست رانيا، سوا كيجي زوين في اللبسه. واخر لون هو هاد لا كولور كاراميل. بالنسبه لي طاي ديزاين متوفر من الام تال دوبل اكس ال والثمن ديالو 180 درهم. نعطيكم تفاصيل هكا عن قرب. لا كوب كيف قلت لكم ديزاين ما شاء الله رائع ولا كاليتي ديالو زوينه بزاف بيرد. والثمن 180 درهم. لي شوميز هادو عاوتاني ديزاين رائع وانيق ما شاء الله، فيه تلوينه كتحمق. كاين هاد لا كولور اللي لابسه اسماء، هذا اللي كيجي غالب عليه لا كولور بلو، في البلو بالبلون. هاد لا شوميز كيف شفتو كتجي هكا عريضه البنات في اللبسه، لا كوب فيها زوينه والتوب طايح ومستوره ما شاء الله. ولي طايره فيهم من الام حتى الاكس ال. وكاين كذلك هاد الميلونج اللي كيجي بالبلون والفير رويال، هذا اللي لبست رانيا حتى هو كيجي زوين في اللبسه. ومن غير هاد دو كولور كاين كذلك هاد لا كولور اللي فيها هاد لو فير كانار بالبلون. لي طاي فيها من الام حتى الدوبل اكس ال، هي كرانيا من الام حتى الدوبل اكس ال. وبالنسبه للثمن 150 درهم. ديزاين اخر ديال لي شوميز، شوفوا لي هاد الموديل هذا ديزاين رائع، كتجي فيه كوب زوينه البنات على شكل فراشه فليديده. وبالنسبه لا شوميز ما شاء الله راه كتجي طويله، غير هي يعني بالنسبه لا كوب ديالها كتجي طويله في الخلف اكثر. غالب عليه لو بيج اللي لابسه اسماء، وكاين هذا اللي غالب عليه الكراميل اللي لابسه رانيا، وكاين كذلك هذا اللي داخل فيه البلو وهذا اللي داخل فيه الغوز. فيه ربعه ديال ميلونج دو كولور. لي طايره فيه من الاس حتى للدوبل اكس ال. وبالنسبه للثمن هذا الموديل هذا الثمن ديالو غير 150 درهم 3000 ريال. ولا كاليتي طوب ما شاء الله، ديزاين ما شاء الله مبرد. ندوز معكم البنات والديزاين اخر مختلف، وهذه المره مع لي غوب، تشكيله جديده متوفره في المغازان في 3 كولور. كاين هاد لا كولور هذا اللي لابسه اسماء، شوفوا لي ديتاي ديال لا غوب، شوفوا كيفاش كتجي في ليديتا، كتجي لكم هكا بهاد لا مانيير و كتجي فيها فصاله كلوش. توب البنات راه خيط، لا كاليتي ديالو زوينه بزاف، شوفوا الفصاله ديال الكول وكيفاش كتجي لا غوب من الخلف. وبالنسبه لي كولور من غير هاد اللون كاين هاد اللون اللي لابسه رانيا اللي فيه البلون بالبلو. واخر ميلونج دو كولور هو اللي كيجي داخل فيه البلون بالنوار. بالنسبه للثمن ديال هاد لا غوب شحال؟ 220 درهم. ولا طايره فيها من الام حتى للدوبل اكس ال. نستمر معكم البنات وندوز معكم لهاد لي غوب اللي كيجيو هكا ايني لون واحد. هادو فيهم ما شاء الله تلوينه زوينه، تلوينه اوريجينال يعني لي كولور اللي ما دايرينش. شوفوا معايا اول لون كاين هاد البوردو هذا اللي لابسه رانيا، شوفوا الفصاله ديالها كتجي هكا كلوش عريضه وليديده كتجي بالصدفه. شو كتجي بالصدفه والكول كيجي هكا محلول بهاد لا مانيير. شو كتجي زوينه في البيسه البنات. وكيف قلت لكم فيها تلوينه زوينه، كاين هاد لا كولور وكاين هاد اللون هذا اللي لبست اسماء، وكاين لون ثالث عطيه لينا، وكاين هاد لا كولور. فيها 3 كولور البنات ولي طاي فيها من ال حتى للدوبل اكس ال. والثمن ديالها 200 درهم.
موديلات روعه كيجيو هكا فلوري. كاين هاد اللون اللي لبست رانيا اللي فيه لا كولور فير، هذا راه ديزاين ديفيرون البنات على الديزاين الاخر في لا كوب. هانتوما ركزوا معايا في لي ديتاي ديال لا كوب باش تعرفوا يعني كيف قلت لكم كو هاد لي دو ديزاين مختلفين. هذا الديزاين الاول كتجي فيه هاد البارتي هكا محلوله، يعني هذا بالنسبه للناس اللي عندهم هاد لابارتي عامره، هذا مخير ليكم وميم راه فيه لي طاي كبارين يعني فيه حتى الدوبل اكس ال. وكاين هاد الديزاين هذا كيتجمع في هاد لابارتي، شتو هذا متوفر في هاد لا كولور فقط، باقي التفاصيل راه بحال لا ديفيرونس اللي كاينه البنات كيف قلت لكم غير في لا كوب ديال هاد لابارتي هادي. وبالنسبه ل الثمن هاد ديزاين داير 220 درهم، ولا طايا البنات بحال دابا هادي الام، هادي اللي لابسه اسم الام، فيهم حتى الدوبل اكس ال من الاس للدوبل اكس ال. نستمر معكم البنات وندوز معكم لهاد لي شوميز هادو عاوتاني كوب ديفيرون كيف ديجا هانتوما كيف كتشوفوا كاش فيس. وبالنسبه للصدافي كيجيو هكا حتى هما مدرقين، كتجي فيهم هاد البارتي هكا من الفوق. وبالنسبه لهاد لا شوميز البنات شوفوا معايا لي ديتاي ديالها ديال التوب، كتجي فيها من الاس حتى الدوبل اكس ال، فيها لي طاي من الاس للدوبل اكس ال. والثمن شحال فيها؟ 150 درهم. الثمن ديالها 150 درهم. وهنا رانيا لبستها لكم مع هاد السروال، هاد السراول ما شاء الله عليهم اقبال زوين. هانتوما وريهم ليهم رانيا باش ياخذوا فكره. هاد لي بونطالون كيجيو كلاس سبور البنات، شوفوا معايا الفصاله كيجيو هكا دغوا، ولي كولور فيهم تلوينه زوينه بزاف، كتجي فيهم هكا سميطه، فيهم اربعه ديال لي كولور عاد نوار اللي لابسه رانيا. وبالنسبه للي طاي راه فيهم البنات من 36 حتى 44، والثمن البنات 130 درهم. نستمر معكم البنات ودائما مع الجديد، شوفوا لي هاد الديزاين هذا كيجي خطير في اللبسه. بالنسبه لهاد الديزاين البنات الثمن ديالو 170 درهم، ولي طاي راه فيه حتى الاكس ال. شوفوا معايا البنات وكاين حتى هاد لو ديزاين هذا راه ديفيرون في لا كوب على الديزاين اللي صورنا لكم قبل، كتجي فيه هاد البارتي هكا شوف لي ديدا. شوفوا معايا البنات هاد الديزاين الثمن ديالو شحال؟ 130 درهم. لي طاي فيه من الاس حتى الاكس ال البنات، وكي شفتو كيجي رائع في البيزا. وكاين فيهم هاد الميلونج هذا اللي كيجي غالب عليه الكري. هادو البنات كاملين 100 درهم 100 درهم. وكاين فيهم هاد لو فيغ و لو بيج و البلو. وكاين البنات هاد لو بيج حتى هو هذا ديفيرون على هذا اللي وريتكم، شو لا ديفيرونس اللي كاينه هنا، هاد الطرزه هنا بالتركوا وهنايا بالروج. شوفوا معايا البنات ندوز معكم والديزاين اخر، شوفوا هذا الموديل هذا اللي كيجي هكا اوفر سايز، كيجيو هكا ميني. هادو تا هما راه عاودوا دخلوا في هذا الديزاين، الثمن ديالهم 100 درهم. فيهم هاد لا كولور بيج، كاين فيهم فيشيا، وفيهم لا كولور نوار، وفيهم لا كولور بلونش. شوفوا معايا البنات ما شاء الله الجديد ما كيساليش في المغازان، كاين بزاف بزاف ديال الجديد. كاين هاد الديزاين هذا حتى هو يلا دخل، الثمن ديالو 180 درهم. كتجي هكا شوميز سون موش، شوفوا لي هاد الديزاين هذا متوفر في دو كولور، هاد لو فيغ وهاد لو مارون. لي طاي راه فيه من ال حتى الدوبل اكس ال، الثمن ديالو بالنسبه للثمن البنات 170 درهم. وكاين البنات الجديد ميم حتى في لي صندال، كاين هاد الديزاين هذا راه يلاه دخل، هذا الثمن ديالو 170 درهم، متوفر في 4 ديال الالوان. الجديد البنات دخل كذلك حتى في لي باسكيت، كاين هاد الموديل الرائع اللي كيبقى الثمن ديالو 150 درهم، راه متوفر في لي طاي من 36 ل 40. ومن غير هاد الديزاين راه كاين بزاف ديال لي موديل، كاين بزاف ديال لي زارتيكل، لا في لي باسكيت، لا في لي صندال، لا في لي ميل، لا في لي شوسيغ تانو، لا راه شدني شويه مرونه راكم عارفين دابا مع العواشر ضروري راه كنعيو من قادو البنات. لا في لي صندال، المهم ركزو معايا السله، ميكو على النظام. وكاين هادو حتى هما، هادشي كامل موديلات متوفرة في المغازان. وكاين كذلك الجديد حتى في البروميير مغازان، وكاين تشكيل عاوتاني ديفير، يعني إلا جيتو عندنا عندكم الإختيار تقداو سواء من هاد المحل سواء من المحل الأول، وأكيد مرحبا بكم دائما معنا. ما شاء الله كاين بزاف ديال الجديد وبزاف ديال التنوع،
لا في لي شوميز لا في لي تي شورت لا في لي بونطالون لا في لي روب يعني كاين تنوع كبير عندنا في المغازان في جميع الموديلات. كنحاول دائما نبقى نتبع معكم نصور لكم اخر ما كاين هكا باش نتوما تعرفوا دائما حتى شنو الجديد في المغازان. كيف قلت لكم البنات باش تبقاو دائما اوكوغون شنو الجديد في المغازان. وان شاء الله كنظن اثنين ثلاث غالبا غنحبسوا التوصيل بالنسبه لخارج كازا لاندي غيكون اخر نهار الليفريزون، وبالنسبه لكازا ثلاث اخر نهار يخرجوا فيه الطلبيات يعني اللي عندها شي كوموند اللي بغات تدوز معنا شي كوموند تحاول تدوزها قبل هذا الوقت باش هكا كلكم ان شاء الله يوصلوكم لي زارتيكل ديالكم قبل العيد. وتهنا اكيد غنقول لكم السلام عليكم. كنتمنى لا فيديو ديالنا ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. مرحبا بكم و100 الف مرحبا دائما معنا في مغازان كونفور إليغانس.